الهولندي كيف بينهي المكالمة؟ دوي أو توت سينز أو توت مورخين، يعني حسب الحالة، كلمة واحدة بيقولها باي فقط. نحن السورية بشكل عام العرب شلون بننهي المكالمة؟ يا حبيبي على عيني يا غالي، على راسي والله، 100 وردة خلينا اياك، اوكي يلا ايه بشوفك بكره، ايه باي باي سلامات باي، ايه ولا يهمك حبيبي، تسلم لي يا مزوق انت، على عيني يلا سلامات باي 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 باي. خلاص بقى، ليش يعني انه ليش؟ مش كل هالجريده كرمال باي، خلص صح الكلام ولا مو صح؟ يلا باي، يلا باي باي باي، ها بشوفكم بكره.